السلام عليكم. نهاية الفيديو هذا أحرض لكم 10 ألعاب اللي عجبتني هذه السنة، بس قبلها بقول لكم أهم الأشياء اللي حسيتها كانت جميلة في هذه السنة. أول شيء إنه في مجموعة من الألعاب توقعنا إن ما راح نشوفها إلا ما أدري متى يعني، لكنها نزلت زي فاينل فانتسي 15، زي ذا لاست جارديان. السنة الجاية لو نشوف بيوند جود أند إيفل 2 وهاف لايف 3 أتوقع خلاص ما عاد نبغى شيء من صناعة ألعاب الفيديو. اللعبة الكلاسيكية دوم كثيرين توقعوا إن الجزء هذا راح ينزل بيكون هامش ولا بد، لكن اللعبة طلعت كويسة. يوبي سوفت اللي هم يوبي سوفت اللي كل سنة يعني دائما نطيح فيهم كذا، السنة هذه ترى كانوا حلالين. أول شيء سووه ما في أساسنز كريد، واتش دوغز طلعت حلاوة، ذا ديفيجن اللعبة اللي توقعنا إنها بتنزل ما بتعجب أحد، لكن الأمان اللعبة صار لها جمهور كبير، وكمان يوبي سوفت ما بخلوا عليها بالتحديثات. عندكم كمان رينبو 6 سيج، اللعبة نزلت تحديثات كثيرة لما صارت يمكن من أفضل الألعاب الموجودة على الساحة، بس لو يشيلون اليو بلاي هذا كذا يكنسلونه كذا يمين ولا يسار يصير الوضع. عندكم كمان باتل فيلد 1، ما حد يقدر يتكلم عن هذه اللعبة، اللعبة أبدعت جدا في تقديم الحرب العالمية الأولى، مو بس حتى عندنا في الألعاب، عندنا حتى في عالم المسلسلات، يعني مسلسل ويست وورلد اللاعبين جدا حبوه. ليش؟ شوف المسلسل عشان ما احرق عليك. عندنا كمان لعبة اوفر واتش، اللعبة اللي برضو من بليزرد، كنا متخوفين بليزرد يدخلون هذا المجال، لكن دخلوا وصاروا حتى اللاعبين اللي ما يحبون العاب التصويب حبوها، صاروا يلعبونها بادمان. ومايكروسوفت سوى خطوه حلوه كمان هذه السنه لما خلوا ان الواحد اللي عنده الاكس بوكس يقدر يلعب مع ناس عندهم بي سي، صار في كروس بلاينج بلاتفورم للشيء هذه. لو سوني كمان تكملها وتخش على الخط يا ولد. تايتن فول 2 حلت كل مشاكل الجزء الاول وقدمت افكار عبقريه بغض النظر عن المبيعات اللي ما كانت بالمستوى. كمان نينتندو اعلنوا عن جهاز جديد، وللمره الاولى نقدر نقول تقريبا انهم ما جابوا ذيك الفكره الشاطحه اللي قاعدين نقول ليش نينتندو يسوون كذا، بالعكس جابوا فكره ممكن احنا طالبنا فيها من زمان، انه تلعب العاب جهاز منزلي في اي مكان عادي، في البيت شبكه بالتلفزيون، تطلع برا حديقه كافي اي شيء وتكمل عادي عند خويك، ما في مشاكل. وشفناها كمان دخلت عالم الجوال، نزلوا بوكيمون، نزلوا ماريو، وعقبال العناوين الكبيره القادمه كمان اللي تخلينا ندمن على الجوال. صح كمان نتندو نزلوا لكم كمبيوتر العائله النس، النسخه المصغره معها الالعاب الكلاسيكيه اللي نجحت جدا، وصاروا الجمهور يطالبون ببقيه الاجهزه، وعقبال ما سيجا وسوني وغيرهم بيسوون نفس الخطوه هذه لانها من جد مطلوبه. خذ الواقع الافتراضي بدينا نشوفه الان في البيوت، شفنا عندنا خذ بلاي ستيشن بالذات اللي مره انتشرت، اوكلس ريفت من اول، وفي كمان اتش تي سي فايف. ولاول مره ممكن في عالم الالعاب نشوف شركات ينزلون في نفس الجيل اجهزه محسنه، مو اجهزه بس مصغره، لا مصغره محسنه كمان، يعني مايكروسوفت نزلوا الاس اللي برضه يعطيك قدرات افضل غير انه اصغر، بلاي ستيشن نزلوا سلم المعتاد منهم دائما، ونزلوا البرو اللي يعطيك مواصفات اعلى. كمان عندكم سوق البي سي بدا يكبر بشكل ملحوظ، القطع وتركيبات الاجهزه بدات تصير اسهل للناس، وبدينا نشوف ناس يسوون اجهزه اقوى عشان يقدرون يلعبون العاب بالدقه الصح بشكل اكبر من السنوات الماضيه. فهذه كانت بعض الافكار كذا اللي جمعتها من هذه السنه، حسيت انها كانت شيء جدا مميز. والحين راح اعرض لكم مجموعه من الالعاب اللي بالنسبه لي كانت من افضل 10 العاب جربتها خلال هذه السنه، وانتم برضو في التعليقات تحت اعطونا رايكم في اهم الالعاب اللي عجبتكم هذه السنه. وفي النهايه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم، استمتعوا باللستة. Serious pain. Come meet your mate. Frank West is my name. Go home. Live your life. Or we can just end it right here. Gotta be another way. I need you on this one. Beyond those walls, a dark zone where greed and fear corrupts, and no one
can be trusted. This fight is only the beginning. Your bow, your guile, the clans under your banner. These are your tools to stay alive. بس لو يشيلون اليو بلاي هذا كذا يكنسلونه كذا يمين ولا يسار يصير الوضع